مساء الخير واهلا بحضراتكم ولقاء جديد من مصر النهارده. النهارده الاربعاء ميعادنا الاسبوعي مع فضيله الشيخ خالد الجندي، واحنا الموضوعات بنسيبها كده بنقعد انا هو بتتفتح اي موضوع. يعني يمكن مره كلمنا كنا هنشرح آية الكرسي او آية الكرسي، فما شرحناهاش في يومها. كنت نفسي اقعد مع الشيخ خالد ونتناقش فيه. المولى عز وجل في القرآن الكريم قال لسيدنا موسى ولتصنع على عيني، وقال لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انك بأعيننا، زي ما احنا بنقول لبعض كده، ده انت في عينيا الاثنين. فربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد انك بأعيننا. انا كان نفسي اعرف ايه تفسير الايتين دول، فهنشوف هنقدر نشتغل ايه النهارده مع الشيخ خالد ان شاء الله. ثم عندنا لقاء مع الدكتوره هبه قطب، لان الدكتوره هبه كانت سمعت الحلقات اللي عملناها انا والشيخ خالد الجندي والدكتور احمد شوقي العقباوي، وكان معانا مجموعه من المفكرين جم قعدوا معانا واتكلمنا حوالين قضيه الجن بيخش ما بيخشش، بيطلع ما بيطلعش، بيعمل ايه. وكان من ضمن الظواهر اللي موجوده في الريف، ودي قضيه على فكره، يعني ارجو ان ما حدش يستخف بيقول لك ايه الموضوع اللي بتناقشوه ده، لا ده موجود في الريف بكثافه. وقلنا ان احنا بنصرف 10 مليار على المشعوذين في الوطن العربي، على المشعوذين، وفي في مصر 300 الف مشعوذ، يعني 300 الف واحد بيكسبوا ملايين من تحت مسألة النصب بالجن والحاجات دي كلها. فهي الدكتورة جاية عايزة تصحح بعض المفاهيم الخاصة بمسألة الربط، هل ده سبب نفسي عضوي طبي ولا عفريت ناس قروا على ناس عملوا لهم حجاب وعملوا لهم عفريت وعملوا لهم الكلام الفاضي ده. فده هنسمعه من الدكتورة هبة قطب. طبعا هو المفروض ان احنا كنا النهاردة نناقش اللي حصل من اسرائيل. طبعا هم زمايلي ناقشوه امبارح واول امبارح، وانا ما عجبتنيش كل المناقشات الحقيقه، انا كان على المستوى الشخصي يعني. وانا عارف ان انتوا زيي في الاخر، احنا الاثنين زي بعض، همنا واحد وافكارنا تقريبا واحده. احنا هنتناقش ايه؟ ما هي خيبه احنا فيها بقى لنا سنين طويله وخلاص. هتناقش ايه؟ اه نشجب ونعترض قلنا هنناقش وضع الوطن العربي، الامه العربيه تجتمع، مش هتجتمع. الامه العربيه تعمل حاجه، مش هتعمل حاجه. الامه العربيه تعمل مؤتمر قمه، ما بيعملوش حاجه. وده حاجة يعني مش عارفين ايه القضية اللي ناقشها، ناقش ايه؟ بلد فرض سيطرتها بالقوة، والقوة هي التي تتكلم، هي التي تتحدث في العالم. ماشية اسرائيل بره بتقول لك الكوماندوز العزل، كوماندوز وعزل، وطلعوا الباخرة يا عيني عشان يمشوا الناس، فالناس راح ضربينهم بالطوب، فاضطروا يضربوهم بالقنابل. والعالم بيصدقها لأنه عايز يصدقها. احنا بنعمل ايه؟ انا ما اعرفش والله، انا مش بتكلم على احنا مصر، احنا الامه العربيه كلها عاملين ايه؟ علاقتنا بامريكا عامله ازاي؟ اوباما طنش ولا كان في حاجه. علاقتنا بامريكا عامله ازاي؟ زي الفل. علاقتنا باسرائيل زي الفل، مفيش حاجه خالص. يعني ادي الوطن العربي زي ما انتم شايفين، وادي قولي لي يعني بذمتكم نقدر نناقش ايه؟ يعني ايه القضيه اللي ممكن نناقشها في الوضع ده؟ التلفزيونات من ساعة ما حصل الضرب ده والامبارح وهي شغالة على القصة دي. عمل ايه بقى ثمار المناقشات دي؟ ولا حاجة. هو ده الوطن العربي، يحصل حاجة نيجي ونقعد نتكلم ونقعد نزعق ونقعد بتاع، ويحصل حادثة تانية ننسى. الحادثة دي ممكن تبقى القبض على مش عارف مين مشهور في قضية مخدرات، أو القبض على مين قتل مين في قضية ايه مش عارف ايه بتاع ايه، ثم الناس تنشغل بيها وتنسى الحكاية. هم استطاعوا إن هم ينيموا الشعوب. الشعوب نايمة، الشعوب نايمة. صحيح في مظاهرات هنا وفي مظاهرات هنا، وفي شباب بيقز والشباب عايز ياخد حقه، وشباب متغاظ وناس كبار متغاظين وكل حاجة، لكن الوضع العام احنا احسن نقعد نناقش مشاكلنا في الربط وفي مشاكلنا الدينية وامورنا الدينية. خلينا في مشاكلنا على الاقل يبقى بنعمل حاجة مفيدة. انما الكلام عن اتحاد الامة العربية والمانجا العربية واللوبيا العربية والحاجات دي كلها، دي لوبيا فاصوليا لوبيا، ما فيهاش حاجة خالص. يعني انا اظن ان انا مهما عشت هموت الوضع كده، واولادي هيموتوا الوضع كده، لانه مفيش حاجه مبشره باي حاجه في اي حته. ومحدش يعاتب اسرائيل، انا شخصيا لا الوم اسرائيل. اسرائيل بتعمل قوه، بتعمل ايه عايزاه؟ ها وريني بقى التخين دي، مساله معروفه فتوانه بتاع الزمان، قوه، مفيش حاجه اسمها سياسه ولا كلام من ده. نعمل احنا ايه بقى؟ معرفش.
ماشي احنا ايه ما اعرفش. انا شخصيا انا كمحمود سحبت نفسي من القصه دي لان مش عايز ده وقتكم وقتي في كلام اتكلمنا فيه كتير جدا وعملنا عليه حلقات وحلقات وبرامج وبرامج واجتماعات ومؤتمرات وعربيات ووزراء ومسؤولين ورخي ورق بيطبع وكلمات بتقال في التلفزيون عشان كده انا ما قلتش مهلبيه النهارده الحقيقه، لان كنت هقول مهلبيه كانت قاسيه جدا، كانت ممكن تطيرني من التلفزيون. لا كنت ممكن تطير التلفزيون. يعني كان ممكن تطير التلفزيون الناس لما حتى عملت شش، فقلت خدها من قصرها يا واسكت، لانه يعني انتخابات النهارده بتاعت مجلس الشورى وطبعا النتائج هتطلع طبعا سليم 100%، محدش يتكلم، محدش يقدر يتكلم، لو اتكلمنا دلوقتي حد يقدر يكلمنا؟ انت فينا في حاجه في الانتخابات زي الفل. يعني هتطلع ان شاء الله ربنا يستر، انا خايف على الحزب الوطني بصراحه. نعمل فاصل بقى ونتخش على الاخبار، يلا.